السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة ديال الكيك ديال هذا ديال التفاح والفواكه الجافة. كنتمنى هذه الوصفة تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. نمروا للمقادير والمراحل ديال هذه الوصفة. نمروا للمقادير ديال هذا الكيك ديال التفاح والفواكه الجافة. بالنسبه للمقادير هنايا كنحتاج 320 غرام من الدقيق الابيض. هنايا اللي بغات تعبر بالكوب، جوج كوب من الدقيق ونصف، جوج ونصف من هذا الكوب ديال الكاس ديال العنبه او هذاك الكوب ديال العبار. هنايا عندنا 220 غرام من السكر سنيده، ما يعادل كوب واحد حتى هو. هنايا عندي الزيت 200 ملي من الزيت النباتيه، ما يعادل كوب واحد حتى هو ديال هذا ديال العنبه او الكوب ديال العبار. عندي هنايا اربعه الحبات ديال البيض يكونوا بحراره المطبخ. عندي هنايا جوج معلقات من الخميره الكيماويه، هي جوج ما يعادل جوج خمارات دوك الحمرين. هنايا عندي ياغورت ديال هذا، اما ديرو ديال الفاني ولا ديال البنان، انا هنا غادي ندير ديال البنان. بالنسبه للتزيين عندي هنايا واحد الخليط من الفواكه الجافه، كيف كتشوفوا المقدار تيبقى على حسب الذوق ديالكم. هنايا عندي ضفت اللوز، ضفت الجوز، ضفت الزبيب، وضفت هذا حبيبات ديال الشوكولا، الشوكولات ديك الحبيبات الصغيره. وعندي هنايا كيف كتشوفوا عندي القطع جوج تفاحات مقطعين بحال ما هكذا شرائح. وبالنسبه لهذا غادي نضيف عليه واحد معلقه صغيره من القرفه ومعلقه صغيره من السكر. دابا غادي نمروا للطريقه. كيف كتشوفوا غادي نضيف البيض، ضروري البيض تكون بحراره المطبخ بحال هكذا. غادي نضيف السكر، نضيفو خنيشه ديال الفانيليا حتى هي. غادي نطرب هذا الخليط، كتشوفوا حتى كيندمج ليا هاد العناصر. غادي نضيف الزيت مع الحبق، كتشوفوا تندمج ليا هاد العناصر جيدا. غادي نضيف الياغورت هكذا، كتشوفوا غادي نخفق عاوتاني مره ثانيه هكذا. غادي نضيف دابا هذا الدقيق مع الخميره الكيماويه، عفوا
كتشوفوا غنبقى نضيفها بشويه بشويه مع الدمج مع الخلط بهذا الخفاق الكهربائي بحال ما هكذا كتشوفوا. غنكمل هذه الكميه كامله اللي عندي ديال الدقيق مع الخلط. كنخلطوا في الاول بسرعه تكون بطيئه باش ما هذا ما يمشيش هذا الدقيق. نكمل هاد الخليط ديال هاد الدقيق عفوا. كيف كتشوفوا تنحصلوا على واحد الخليط كيجينا بحال ما هكذا كتشوفوا. غادي نضيفوا في هاد المول هذا دائري دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق وضفت عليه هاد الورق الغذائي من الوصل كيف كتشوفوا. غادي نصب هاد الخليط بحال ما هكذا كتشوفوا. دابا غادي ندوزوا للمرحله ديال التزيين من فوق ديال هذا الكيك هذا كيف كتشوفوا. غادي نضيف نصفف هذا القطع ديال التفاح من فوق. انا غادي نصفه بحال ما هكذا نحاول نخشيه بحال ما هكذا في التفاح كيعطينا الصراحه ملي كيطيب كيعطينا واحد المنظر جميل بزاف بحال ما هكذا. حتى غادي نكمل هاد القطع ديال التفاح كامله كتشوفوا هكذا. تقدروا ديروا حتى هذا الاجاص حتى هو كيجي صراحه زوين. التفاح هذا كنت من قبل ضفت عليه هذا ملي نقيته عصرت عليه واحد العصير ديال الحامض او الليمون باش ما كيكحلش لينا بحال ما هكذا كيف كتشوفوا. حتى تنكمل هاد الدائره هادي غادي عاود نحاول ندير بحال ما هكذا كيف كتشوفوا. حتى نكمل هاد القطع ديال التفاح بحال ما هكذا. غنعاود عاوتاني هاد نزيد ندير ما بيناتهم القطع ديال التفاح اللي باقي ليا بحال ما هكذا. حتى نكمل هاد القطع ديال التفاح كامله كيف كتشوفوا بحال ما هكذا. كيف كتشوفوا بحال ما هكذا صفيتها مزيان. وغادي نضيف هنايا ضفت معلقه جوج معلقات صغار ديال السكر ومعلقه ديال القرفه غادي ندمجهم مع بعضياتهم وغادي نضيفهم هنايا فوق هذا الخليط ديال هذا الكيك والتفاح ندمجهم مزيان. اللي ما بغاش يدير هذه الاضافه ديال هذه الفواكه الجافه يكتفي عبي هذا بالتفاح كتشوفوا هكذا نضيفهم من فوق الصراحه كتجي لذيذه بزاف وصحيه نفس الوقت بالنسبه حتى الدراري الصغار حيت فيها هذا الفواكه الجافه. الفواكه الجافه كنعرفوها صحيه بزاف كتشوفوا بحال ما هكذا
نحاولوا هكذا نضغطوا عليهم بايدين ديالنا باش يدخلوا لينا مزيان. كتشوفوا هكذا حتى تنكمل هاد الفواكه الجافه هكذا، وهاد القرفه والسكر اللي كنديرهم حتى هي كيف كتشوفوا بحال ما هكذا. دابا غادي ندخلها للفران، انا غادي ندخلها للفران يكون بارد، نخليها تقريبا من 30 دقيقه حتى ل 35 حتى ل 40 دقيقه حتى تنصيبها تحمرات ليا مزيان. وهذا وخدات ليا داك اللون الذهبي، وكندير واحد هذه العويد هذاك ديال الاسنان نقيسها بحال ما هكذا من الداخل، الى طابت صافي تنخرجها. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال هذا الكيك. الصراحه خدا ليا 45 دقيقه في الفران حيت ضفته في الفران وهو بارد، وبقيت بحال ما هكذا كنقلب في ديك العود ديال هذا ديال الاسنان، كنلقاها باقا من الوسط، مهم حتى طابت ليا صافي. وحسبت 45 دقيقه اللي دارت ليا انا في الفرن، كل واحد كيبقى على حسب الفرن ديالو. الصراحه كتجي رائعه بزاف بزاف كيف كتشوفوا، هاد العلو ديالها كتجينا الصراحه من الفوق بحال ما هكذا. كتقدروا تدهنوها بحال ما هكذا بكونفيتير او بهذا ناباج، ولا تديروا عليها سكر هذا ثقيل من الفوق، كيبقى الاختيار ديالكم. انا غادي نقطعها لكم باش تشوفوها حتى بالوسط، كتشوفوا بحال ما هكذا. نقطع عليكم باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل هكذا. غادي نهز لكم واحد الطريف هكذا، نحاول كتشوفوا كيف كتشوفوا كتجينا على هاد الشكل هذا. الصراحه كتجينا كتجي زوينه بزاف بزاف بزاف. وهادو هما القطع ديال التفاح كيف كتشوفوا، وكتجي نفس الوقت لذيذه وصحيه كما ذكرت لكم. كنتمنى هاد الوصفه ديال هاد الكيك ديال التفاح والفواكه الجافه تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، وكنتمنى هذا تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم باش تعم فائده على الجميع. وكنتمنى هذا تكليكيو ديما على هذاك الجرس اللي تحت الفيديو باش ديما يلحقكم كل جديد من الوصفات، وكل فيديو مثلا نزلته كتقدروا تشوفوه. وبالصحه والراحه، والى وصفه قادمه ان شاء الله.